بي سي 4. رمضان يجمعنا. ازيكم يا جماعه؟ في حلقه جديده النهارده في رمضان في البيت على هوم سينما. التريلر اللي هنعمله رياكشن النهارده هو كلبش الجزء الثالث، اخيرا نزل له اوفيشال تريلر، لان انا كنت موضح قبل كده في فيديو من الفيديوهات اللي انا كنت عملتها ان كنت شفت التيزر بتاع المسلسل ده بتاع كلبش 3، كان نازل له تقريبا حاجه برضو 30 ثانيه تيزر كده، فقلت استنى لما ينزل الاوفيشال تريلر واعمل له حلقه، لان اكيد ما كنتش هعمل حلقه على التيزر اللي انا كنت اوريدي شفتها. فده الاوفيشال تريلر اخيرا بتاع كلبش الجزء الثالث، وانا من وجهه نظري شايف ان ده اكتر، يعني اكتر مسلسل الناس تقريبا مترقبه. يعني انا مش بتكلم على كل الناس عامه، انا بتكلم على الناس اللي تابعوا كلبش يعني من بدايته الجزء الاول والجزء الثاني. على الرغم حبي في المسلسل ده من الجزء الاول، بس انا كنت اتمنى بصراحه ان المسلسل ده ما يقفرش، ما يقلبش بقى على شغل ادهم صبري بقى والجو ده والراجل المستحيل. كان كفايه قوي الجزء الاول بصراحه، الجزء الثاني ما عجبنيش قوي. كفيلن حتى هيثم احمد زكي ما عجبنيش في الجزء الثاني، على الرغم ان ناس كتيره بتقول عجبهم. السنه دي الفيلن تقريبا هيبقى هشام سليم، لان انا شفت له كذا صوره مع امير كراره، وعندي احساس ان هشام سليم هو الفيلن اللي هيبقى في الجزء ده. وفي كمان انا سمعت ان في احمد عبد العزيز، بس احمد عبد العزيز تقريبا ما اعتقدش ان احمد عبد العزيز ممكن يطلع فيلن. اكيد احمد عبد العزيز هيطلع بوليس، اكيد هيطلع مثلا مقدم لواء اي حاجه كده. انا سمعت المفاجاه ان في مجد المصري، ما اعرفش ازاي في مجد المصري مع ان في الجزء الثاني قال ان هو مات، كان استشهد تقريبا في عمليه من العمليات. انا كان عندي توقع قبل ما اشوف المسلسل ده اصلا، مش قبل ما اشوف التريلر، قبل ما اشوف المسلسل من اساسه، ان ماجد المصري هيبقى هو المين فيلن، مش هيبقى هشام سليم. يعني هشام سليم هيبقى الفيلن، بس ماجد المصري هيبقى الفيلن اللي فوقيه. يعني هشام، يعني ماجد المصري هو اللي هيكون محرك هشام سليم، يعني مجرد تمويه. يعني هشام سليم مجرد بابت، ماجد المصري الرايز بتاعه فوق. يعني انا عندي احساس كبير هيبقى كده. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، فهشوفه معاكم دلوقتي اول مره، ويا رب يطلع حلو عشان ما تشلش حتى كمان السنه دي في كلبش. واتمنى يكون بصراحه ده اخر جزء وكفايه كده بجد. يعني وعلى فكره احنا مترقبين فيلم لامير كراره برضو مع بيتر ميمي السنه دي في العيد، كازابلانكا مع عمرو عبد الجليل واحمد داش وغادة عادل واياد نصار. فكفايه قوي بقى كده كلبش، خلينا الفيلم ده نحطه على الجنب، خلينا في كلبش. كلبش كفايه بقى الجزء ده، ويا ريت بقى ما يكونش في جزء رابع. ما شفتش طبعا التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. عجبني جدا الاسم اللي انت اخترته، اولد وولف، الديب العجوز. كنت عارف انه هيعجبك عشان لايق عليك. بس انا مش عجوز. الناس دي هترجع بناس تانية عشان تخلص اللي ما قبلش. الناس دي هتفكر كتير قوي قبل ما يهوبوا ناحيتك. تبعتوا فرسان الجهاد يلقطوه حي وبتحطوه قدام الكاميرا وبتعدوا، بدي اياه يكون ابرى لما نعتبر. انا بس خايفة عليك. انا ما بشربش من ايد حد مش مطمن لي. انا خاف اتصرف، مش خاف اتفرج. كلبش على الام بي سي 4. رمضان يجمعنا. مش عارف، مش عايز برضو اقول ان هو عجبني قوي وما عجبنيش قوي، في النص بصراحه. التريلر اولا، التريلر ما يشدش قوي بصراحة. أنا شايف إن التريلر ما يشدش قوي، مش عارف ليه، وده غريبة قوي إن ما حصلتش. الساوند تراك اللي هي الموسيقى التصويرية، أنا مش عارف ليه بيتر ميمي ما استخدمهاش تاني في الجزء التالت، مع إن الساوند تراك ده أصلا يعني اللي هو اللي كان دايما موجود في الجزء الأولاني وفي الجزء التاني، كان دايما بيعلم مع الناس، خصوصا لما بتبقى بداية المسلسل وقفلة المسلسل بيعلم دايما مع الناس، وكان حاطه في التريلر بتاع الجزء الأولاني والجزء التاني. السنة دي مش حاطه في التريلر، معرفش إزاي. وبصراحه لو بيتر ميمي شال الموسيقى التصويريه اللي هو اللي بتبقى في الاخر التتر دي،
لو شالها ومش حاططها في المسلسل ده هيبقى غلطان قوي، لان بجد الميوزك ده كان الساوند تراك ده بجد كان حلو قوي، وكان دايما كان بيلعب دور مهم قوي في المسلسل، يعني واحد من العناصر المهمه اللي كانت في المسلسل. زي ما انا قلت احمد عبد العزيز طلع بوليس، هشام سليم طبعا تقريبا برضو طلع بوليس بس شكله هيقلب عليه، اكيد حاجه هتحصل هشام سليم هيقلب عليه، وبعد كده هتحصل بقى مشاكل وصراعات ما بين امير كرارة وهشام سليم، زي ما انا كنت متوقع، زي ما انا قلت بالظبط ان هشام سليم هيبقى الفيلن يعني. وماجد المصري طبعا ما ظهرش في التريلر، فاكيد هيسيبوه مفاجاه في المسلسل يعني، اكيد ممكن يظهر ضيف شرف اخره. طبعا المسلسل فيه امير كرارة ويسرى اللوزي وروجينا وحلا شيحه، في كمان حلا شيحه وماجد المصري، وفي دينا، ايوه دينا الرقاصه، ما اعرفش ازاي، ما تسالونيش ازاي ما اعرفش، بس دينا موجوده. وفي طبعا اميره العايدي وهلا فاخر وهشام سليم، وفي ممثل في المسلسل اسمه محمد الحداد، ده مخرج اصلا كويتي مشهور هناك في الكويت يعني، هيمثل في اول دور ليه هنا في المسلسل ده، ما اعرفش اذا كان بقى هو ده في عمل درامي. المخرج طبعا بيتر ميمي، معروف بتاع كلبش الجزء الاول والجزء الثاني والاب الروحي. نسبه ترقبي للمسلسل ده 8.5/10 طبعا، عشان نعرف في الاحداث هتحصل فيها ايه وفي الاخر هترسي على ايه يعني المسلسل ده. بس اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في حلقات ثانيه قريب. عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على تويتر وفيسبوك وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. المره دي انا خاف اتصرف، مش خاف اتفرج. كلبش على NBC 4. رمضان يجمعنا.